اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اكمل حواري مع جنة. جنة، يمكن انتوا اكيد شفتوا الفرق دلوقتي واكيد تابعت الفرق التانية، شايفه مين السنه دي برضو هيبقى منافس لينا؟ يمكن شايفه كان سبورتنج وكان هيليوبلس، شايفه السنه دي نفس الفرق ولا ممكن فرق تانية؟ خاصه شفنا مصر التأمين فرقه كويسه، رايك ايه دلوقتي؟ يمكن في كذا فرقه جايبين محترفين كويسين قوي، يعني كده كده هليوبلس معهم لوكس وهم كويسين، فهم كويسين. سبورتنج جابوا مونيك اللي كانت مع هليوبلس، هي محترف كويس قوي برضو، فهم كويسين. مصر التأمين، زمالك جايبين محترفين كويسين، وهم صحيح. فرقه مش وحشه بجد، هم فرقه كويسه برضو، فهيبقوا برضو معانا. يعني هيبقى الماتشات كلها تبقى سخيفه، هو بجد هو على طول الماتشات كلها سخيفه. بس اللي عنده دايما يعني ادفانتج، اللي عنده دايما فرايتيز اكتر في اللعيبه، واللعيبه بتاعته هتبقى ان واف والكون. يعني بجد هم فرق كتيره وجزيره معاهم محترفه كويسه. يعني انت شايفه ست فرق تقريبا السنه دي المنافسه هتبقى منهم طبعا، ومبقاش يعني حد مش يعني دلوقتي يمكن في الباسكت مش صعب ان اي فرقه تخطف ماتش من البطل. يعني يمكن حتى كلام في الولاد وفي البنات، يعني الباسكت كل الفرق قريبه وديز اوف وان على حسب ده، فهي بتبقى كده. اي فرقه ممكن تخطف، وكمان هي محترفين كمان، وبجد كذا فرقه جايبه محترف كويس قوي. صحيح صحيح.